يقول: ما حكم الجهر بالنية للصلاة وتسميتها أيضا جهرا، كأن أقول نويت أن أصلي العصر 4 ركعات لله تعالى وهكذا؟ النية شرط من شروط صحة الصلاة، نعم، وكذلك سائر العبادات، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن النية لا يتلفظ بها، النية محلها القلب وهي من أعمال القلوب، والله تعالى يعلم السر وأخفى، ولم يرد دليل على التلفظ بالنية، فالتلفظ بها بدعة، تلفظ بالنية للصلاة وكذلك لسائر العبادات بدعة، لأنه إحداث شيء ليس عليه دليل من الشرع. ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نويت أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر وفرض العصر، ولم يثبت هذا عن أحد من أصحابه خلفائه الراشدين، فهو بدعة محدثة، والنيات محلها القلوب، والله تعالى يعلم ما في القلوب ولو لم تتلفظ. قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. العبادات مدارها على النص، لا يجوز فيها أن يحدث شيء فيها أو في صفاتها إلا بدليل، لأن مبناها على التوقيف والنص، وليس في التلفظ بالنية نص، إلا ما ذكروا في موضعين في عند الإحرام، أن يقول مثلا: أريد الإحرام بكذا وكذا، أو نويت الإحرام بكذا وكذا، وعند ذبح الهدي أو الأضحية أن يقول: اللهم هذا عن فلان أو عني. ففي هذين الموضعين ورد دليل على التلفظ بالنية، وما عدا هذين الموضعين التلفظ بالنية بدعة، ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح، الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.